يا هلا والله، علي من قناة متسابق المقاهي. اليوم إن شاء الله معاي بعض الإضاءات والشغلات الجميلة اللي راح تجمل الاستوديو حتى نطلع بتصوير محترم ومقبول، وبعدها أستعرض لكم في عدة فيديوهات للمنتجات هذه اللي اشتريتها بإذن الله. وللعلم أني قبل هذا الفلوق يمكن بشهرين كذا عملت رحلة، من خلال هذه الرحلة قلت أني راح أعرف إيش النواقص اللي موجودة عشان أحددها واشتريها من غير ما أخذ أشياء ما لها داعي. للأسف الفيديوهات كلها تفركشت واختفت، ما أعرف إيش اللي صار بالضبط في الذاكرة. فعموماً عرفت الأشياء اللي أحتاجها، رح نبدأ معكم بالأسهل وبعدها الإضاءة اللي تعتبر الإضاءة الرئيسية. معانا هذه الإضاءة الصغيرة اسمها أو من شركة أبورتشر، شركة صينية، والإضاءة هذه اسمها MC برو. وللعلم أنه هذا الإصدار MC يتوفر منه إصدار عادي وإصدار البرو. الآن راح استعرض معكم محتويات البوكس هذا، وبعدها راح أعطيكم نبذة عن التجارب أو الأشياء اللي ممكن تفيدك فيها هذه الإضاءة. معنا هذا الكرتون، من هنا مكتوب اسم المنتج، من هنا نفس يفيدك على أنه ملتي كالر أو ألوان متعددة، واختصارا لكلمة RGB. بعدها نجي ID65، وهو يعني أنه هذا أو هذه الإضاءة تتحمل عوامل المناخ ورشات الموية والمطر. هنا من المعلوم أن الإضاءة هذه فيها بلوتوث، وهذه طبعا تقتنن عن طريق أو يمكن التحكم فيها عن طريق الهاتف من خلال تطبيق اسمه سايدس لينك. هذا التطبيق خاص بمعدات شركة أبورتشر. طيب الآن نفتح البوكس وهو بهذه الطريقة. عندنا هنا زي ما قلنا التطبيق، وهذا الباركود حقه، وهذه نفس الشيء ما أدري إيش فائدتها، وهذا الكرت حق الضمان. وبعدها تجي الإضاءة. الإضاءة طبعا تجي في شنطة ما شاء الله تبارك الله قوية، تعتبر هارد كيس باللون الأحمر والأسود، وهذا اللون اللي يرمز لشعار أو هوية الشركة. طيب نفتح الشنطة وتجي بهذا الشكل. أول شيء هذا قلنا هنا الرأس اللي يقترن بأي ستاند، وهنا عن طريق البرغي هذا، وبعدين تعمل أجست من هنا أو تحكم، وبعدها يصير يتحرك معاك وتثبت في أي مكان. طبعا الجهة السفلية اللي هنا أنا ما أعرف هذه إيش فائدتها صراحة، ولكن هنا في كولد شو. كولد شو هذا الشيء اللي يقترن أو تقدر تثبته في رأس الكاميرا. وهنا عندنا الإضاءة ما شاء الله تبارك الله، شوفوها كيف من هنا. طبعا تجيك بمعدنين على أساس أنك تقدر تثبتها بالمغناطيس، بس أنا ما أدري ما لصقت معايا في أي شيء. هذه القطعتين طبعا تركبها عن طريق اللصق، وفي نفس الوقت جسم الكاميرا أو جسم الإضاءة المفروض أنه يكون فيه مغناطيس. طيب نجي للجهة الثانية من الشنطة. هذا هنا عبارة عن مشتت وقرد أو شب. المشتت على أساس ينعم لك الإضاءة، وهذا على أساس يوجهها. ممكن تركبهم مع بعض اثنينهم عن طريق المغطاني كذا. بعدها هنا كيس صغير فيه شاحن وفيه قطع الحديد هذه اللي قلتها لكم، أو البليتات اللي تركب وراء الإضاءة. زي ما تلاحظون شوفوا فيها مغناطيس. بس عندي أجسام معدنية حاولت أستخدم الإضاءة فيها لكن ما أعرف ليش ما لصقت. من هنا حطيت لكم الرابط لمقطع قصير استعرضت فيه مؤثرات هذه الإضاءة، الشغلات اللي ممكن تفيدك فيها. طبعا الإضاءة ما شاء الله فيها عدة ألوان، فيها عدة وضعيات، ممكن شفناها كثير في أفلام. أنت ممكن تكون تفكرها أشياء حقيقية زي التلفزيون، الشرطة، الألعاب النارية، هذه كلها يستخدموها عن طريق الإضاءات، ما هي أشياء حقيقية قاعدين يجيبونها. هذه الإضاءات تفيدك في هذه الشغلات السينمائية، أو أنك ممكن تستخدمها نفس ما أنا الآن جبتها لو عشان استخدمها كإضاءة يسمونها في اللايت، أو إضاءة تعبي لك الظلال في الخلفية. زرين، واحد لزر التشغيل والإطفاء والثاني للمنيو. وهنا عندنا منفذ USB Type-C عشان تشحنها. هنا عن طريق زر المنيو تقدر تروح للأوضاع، مثلا عندنا هنا وضع FX اللي هو تختار فيه شغلات كثير. أنا بعطيكم واحدة بس على أساس تكون واضحة، اللي هو سيارة الشرطة. مجرد ما تدخل الآن زي ما أنتم شايفين وميض باللون الأحمر، ممكن حتى أن احنا ندخل عليها من خلال إعدادات. كل وضع تقدر أو تأثير تقدر تدخل عليه وتعدل زي ما تحب. زي وضع الشرطة هنا ممكن تخليه بالأحمر أو بالأزرق، أو الأحمر والأزرق مع بعض. أيضا ممكن يعطيك إمكانية أنك تعدل الإضاءة بحيث أنك تخليها قوية أو خفيف. هذه بشكل عام هذه الإضاءة، وللعلم أنها مصنوعة من المعدن أو بلاستيك القوي اللي يشعرك أنها معدن، وما شاء الله جودتها جدا عالية. هذا فيما يخص الإضاءة MC Pro أو الإضاءة الصغيرة. الآن نجي للإضاءة الرئيسية اللي إن شاء الله راح أستخدمها كإضاءة رئيسية للاستوديو، وهي أيضا من شركة أبورتشر. هذه الإضاءة اسمها LS60X. LS اختصار Light Storm أو عاصفة الضوء، 60 اللي هو يرمز إلى قوة الإضاءة وهي 60 واط، X
وهذه الإضاءة تتوفر منها ستارين إكس ودي. إكس يعتبر قابل للتعديل، ألوانه ما بين 3400 كلفن تقريبا إلى 6000 كلفن، بينما الدي لونه ثابت. طبعا هذه مو منها لأني اشتريتها وراح أعطيكم فكرة عنها بعد شوية. هذه هي محتويات الشنطة، شايفين؟ هذه الإضاءة الرئيسية، وهنا السلك حق الباور، وهنا شاحن خارجي أو قاعدة لتشغيل بطاريات خارجية، سلك الباور. طبعاً هذه الإضاءة تشتغل بطريقتين، واحدة عن طريق سلك الباور والثانية عن طريق البطاريات، بحيث أنك تقدر تستخدمها برا المنزل. هذا سلك الباور، وللعلم جاي ثنائي على عكس المطلوب عندنا في السوق، مع أني اشتريتها من الموزع الرسمي، ولكن يوم تواصلت معاه كان ردوا علي. هذا سلك ثاني، بعدين راح اشرح لكم شغلته، بس ما نحتاجه حاليا. المحول حق الباور على اساس تشغلها في البيت. وهنا عندنا هذه القاعده يسموها في، وتركب بطاريتين من نوع NBF المعروفه عند سوني في اغلب كاميراتها السينمائيه. وهذه عندنا الرينج اللي تسمح لك تركب سوفت بوكس من انواع وموديلات اكبر، وهذه الجيت اعتقد والله اعلم اسمها باندور، هذه اللي تسمح لك انك تتحكم في الاضاءه في اتجاهها، في مدى اتساعها وضيقها بهذه الطريقة. يمكن شفتوها انتم في الكاميرات السينمائية او الاستوديوهات الكبيرة، عندهم اغلب الاضاءات ما يستغنون عن هذا الشيء، هذا الشيء يفيدك في توجيه الاضاءة لمصدر معين. واخيرا عندنا هنا الاضاءة، طبعا في الجيب هذا عندنا كتيب الاستخدام، اضافة الى ستيكر من الشركة، اضافة الى الاستراب لو حبيت انك تركبه في الشنطة وتشيلها يعني على كتفك. زي ما قلنا شوفوها هنا من الجنب، اسمها أبوتشر اللي هو الشركة، وبعدين لايت ستورم او LS60X. دي يرمز لي انه الاضاءة بلون ثابت، اكس لون متغير. طبعا في فرق ما بين الباي كلر اللي هو ما بين درجات الابيض والاصفر، والشيء الثاني اللي اسمه RGB. RGB زي ما هو موجود في الامسي برو، شيء مختلف عن الباي كلر. الباي كلر اللي هو التحكم في درجات الاضاءة ما بين الاصفر والابيض. هذه العجلة عشان تتحكم في القاعدة اللي هنا، القاعدة الاساسية. بعدين عندنا السلك حق الباور او السلك الاساسي لتشغيل جهاز هذا. عندنا هنا ازارير التحكم، زر التشغيل. هذه عندنا العجلة تتحكم بشيء موجود هنا. طبعا الاضاءة هذه تجيب عدسة، العجلة هذه تتحكم في مدى اتساع نطاق العدسة او الاضاءة وضيقها من هنا. هذه عندنا قوة الاضاءة وتخفيفها، وهنا عندنا درجات الاضاءة ما بين البارد والحار او الابيض والاصفر. هنا الشاشة عبارة عن ألوان ثابتة بالأزرق، هذا على أساس تركب فيه اللي هو مصدر الباور هنا أو قاعدة البطاريات، أو شغلة ثالثة اسمها أو بطارية ثالثة اسمها دي تاب تركب هنا، وبرضو هذه يستخدموها في الكاميرات السينمائية. طبعا الستاندات حقت الإضاءة تختلف عن الستاندات اللي هي نستخدمها للكاميرا، نجيب الستاند ناخذ الإضاءة نحطها عليه، العجلة هذه الصغيرة نحاول نرخيها لحد ما تدخل الإضاءة كاملة داخل الستاند لحد ما توقف معانا بهذه الطريقة. كذا صارت ثابتة ونتأكد انها سليمة وما راح تتحرك او تطيح معانا. عندنا طريقتين لتشغيل هذه الاضاءة، واحدة عن طريق منفذ الطاقة من هنا، والطريقة الثانية عن طريق البطاريات. الكشاف هذا يجي بقاعدة البطاريات لكن ما يجي بالبطاريات، لازم تشتريها. البطاريات من نوع NBF اللي تستخدم في كاميرات سوني أو من الشركات الثانية الصينية، وأنا عندي هذه البطاريات اشتريتها من موقع أمازون من ماركة نيور صينية. بطاريات ما يتجاوز سعرها حدود 180 ريال للحبتين، أي ما يعادل تقريبا 40 دولار بهذه الطريقة لحد ما تسمع كليك. والآن بعد ما ركبنا القاعدة حقت البطاريات، نجيب البطاريات بحيث يكون الراسين الذهبية لقدام في مدخل قاعدتها بهذه الطريقة لحد ما تسمع صوت كليك كذا. هذه واحدة، وهذه الثانية. للعلم انه هذا الإضاءة يشتغل ببطارية واحدة، ولكن احنا احتياطا لانه ما فيها شحن فراح استخدم الثنتين بهذه الطريقة. راح تنور معاك الإضاءة، خلينا نطفيها بهذه الطريقة. وبعد ما ركبنا البطاريات هذه في الفي ماونت حقها، زي ما قلنا إذا ضاءت باللون الأحمر معناته البطارية على وشك، أو إذا كانت باللون الأزرق فهي فل. عندنا هنا زر التشغيل، كبسة زر واحدة بهذه الطريقة راح تشتغل معانا. زي ما قلنا الشاشة أزرق أو أخضر. البطارية الواحدة طبعا
NBF 970 هذا الموديل حقها تحتوي على 6600 mAh أو حجمها، يعني الثنتين عندنا ما يقارب 13000. هذه بالنسبة للطريقة الأولى. الطريقة الثانية اللي متوفرة معانا وهي بطاريات الديتاب أو الفي ماونت باتري، برضو متوفرة من نفس الشركة نيور، ولكن ما هي موجودة عندنا، فعشان كذا استخدمتها لكن للأسف خلص الشحن فيها وأنا ما طلبت الشاحن. هذه وصلت بطاريات الديتاب إذا حبيت تستخدمها، نفس الشيء بهذه الطريقة، وهنا هذا المنفذ حقها وبعدين تشبكها في الفي ماونت هنا، فما احتجتها، احتجت البطاريات هذه. الطريقة الثانية زي ما قلنا السلك، ولكن هي لأنه ثنائي ما راح يشتغل معايا فأنا جبت هذا السلك الثلاثي لحد ما نسمع صوت كليك وبعدين نشبك في وصلة الإضاءة. بعد كذا نجيب هذا السلك ويشبك من الجهة السفلية، وبعدين الفيش الثلاثي هذا نشبكه في منفذ الطاقة. وهذه الإضاءة بعد ما شبكتها في منفذ الطاقة، طبعا هنا زر التشغيل. واجهة الشاشة أو لوحة التحكم تحتوي على ثلاث عجلات زي ما قلنا. الأولى وهي تحكم مدى العدسة زي ما تلاحظون في الخلفية، شايفين كيف المدى يضيق ويتوسع، والسبب في العدسة الأمامية وحركتها. العجلة الثانية تتحكم في قوة الإضاءة وتخفيفها، أما العجلة الثالثة فهي تتحكم في درجة لون الإضاءة، وهي من الأصفر لحد الأبيض. طبعا الأصفر أقل شيء 2700 كلفن، وأعلى شيء وصولها لي 6500 كلفن. زر المنيو نقدر نروح لأي واحد من التأثيرات. عندنا هنا البلوتوث، هذه الإضاءة فيها بلوتوث تقدر تقترن عن طريق الهاتف ببرنامج سيدوكس لينك، تقدر تستخدمها في ظروف جوية مختلفة زي المطر. وفي ملاحظات مهمة بخصوص البطاريات، البطاريات سواء كانت الدي تاب أو الـ NBF اللي هي من سوني، فيه تحذير أو تنبيه من الشركة أنك ما تستخدم أكثر من 14.4 إلى 14.8 فولت بالنسبة لبطاريات الـ NBF. أما بخصوص بطاريات الدي تاب فما تستخدم بطاريات أعلى من 21 فولت. بالنسبة لبطارية الـ NBF زي ما قلنا تقدر تستخدم واحدة فقط، بما أن هذه الإضاءة تشتغل على فولتج واطية فتقدر تشتغل ببطارية واحدة. هذا فيما يخص الإضاءة هذه والإضاءة الصغيرة، يا رب ما يحصل لها شيء. طيب إذا قلبناها، أيوه أخيرا، بهذه الطريقة نضغط عليها ونكبس لحد ما تتسكر، يصير فيه لوك، وبعدين نتأكد أنه هذه الأطراف مسكرة زين على أساس ما يصير فيه تسريب. والآن بعد ما صارت راكبة، هذا شكلها من الداخل، عن طريق التلصيق، موضوعها جدا بسيط. الآن نجيب القماش الخارجي أو المشتت، وبرضه بنفس الطريقة. والآن هذا الشكل النهائي بعد ما انتهينا منه. الآن نجيب الشبك ويركب من برا بنفس الطريقة. والآن بشكل عام بعد توزيع الإضاءة صارت الإضاءة من كذا إلى كذا. إن شاء الله أنها عجبتكم النتيجة. زي ما تشوفون هنا الإضاءة الرئيسية، هنا إضاءة على أساس تعطيني تحديد أحمر، وراء الفلايت اللي قلت لكم عليها الصغيرة حطيتها وراء ماكينة القهوة على أساس تعطيني إضاءات متدرجة ومتلونة طول الوقت. أتمنى أنها تكون عجبتكم التجربة والاستديو المتواضع هذا. في أشياء لسه في الطريق وفي أشياء بالفعل وصلت، إن شاء الله راح استعرضها معاكم. إلى أن نلقاكم في الفيديو القادم، كونوا بخير. أخوكم علي من قناة متسابق المقاهي، في أمان الله.